هذه تتكلم عن طبعا رواية أخرى، خلي أقرأ هذه راحت من بالي، وهي الرواية الواردة في مجمع البيان. أنا بودي أن الإخوة هاي الرواية يراجعوها مولانا، لأنه أنا ما صار عندي وقت أنه أراجعها. الرواية عبد الرحمن بن السائب قال: قدم علينا سعد بن أبي وقاص فأتيته مسلما عليه فقال: مرحبا يا ابن أخي، بلغني أنك حسن الصوت بالقرآن. قلت: نعم والحمد لله. قال: فإني سمعت رسول الله. الرواية في مجمع البيان مولانا في المقدمات، في أول مقدمات الفن السابع. قال: فإني سمعت رسول الله يقول: إن القرآن نزل بالحزن، فإذا قرأتموه فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا وتغنوا به، فمن لم يتغن بالقرآن فليس منا. خب الأغيون مباشرة مولانا قالوا بأنه رواية عامية وشنو أسقطوها، ولكنه واقعا هذا ليس منهجنا. احنا منهجنا اذا كانت من رواية عامية لابد الذهاب الى ماذا؟ ها؟ الى سند الرواية ومعرفة انه يمكن الوثوق بها او لا يمكن الوثوق بها، لعله من مجموعة القرائن يمكن الوثوق بصدور ماذا؟ بصدور هذه النبي صلى الله بصدور هذه الرواية من النبي الاكرم صلى الله عليه واله. ولذا هنا اخوان الاعزاء افتحوا لي قوس، وهو انه كثير من التراث اخوان الاعزاء حتى لو كان من طريقنا ضعيف يمكن من خلال جمع القرائن، ولكن بالتتبع في كتب ماذا؟ في كتب الآخرين أن نتأكد، وبجمع القرائن، أن هذه الرواية صادرة عن من؟ صادرة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. أما بمجرد أن الرواية عامية وخليها على صفحة، لا لا لا، هذا المنهج لا نوافق عليه على الإطلاق أبدا إخوان الأعزاء. هناك كثير من النصوص عن طرقنا عن النبي صلى الله عليه وآله لعله لم تصح ماذا؟ سندا، ولكن من طرقهم قد نرجع إليهم. الناس الذين نقروا الرواية ناس واقعا لعله أيضا موثوقين، وإحنا عندنا مولانا، إحنا هموم لا نشرط في علم الرجال أن يكون الناقل ماذا؟ إمامية، أن يكون ماذا؟ أن يكون ثقة. وهذا القدر يمكن جمع القرائن للتثبت أن هذه الرواية، وإطمئن كثير من الحقائق يمكن أن نجدها هناك وإن كانت عن طرقنا ما هي ضعيفة السند. وهذه قضية أساسية مهمة إخواني، خصوصا في القضايا العقائدية، في القضايا الفقهية، لا تكونون بعيدين عن تراث الآخرين، عن تراث المدارس والاتجاهات الفكرية أخرى، خصوصا مع هذا التراث الضخم اللي الآن موجود بأيديهم على أي الأحوال.